بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك
تمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما صدق الله.